وعرض في أخطر فيبقي هات هناك السهم اللي ساعدنا في السهم والتانية بيانات جميلة. الدكتورة رغدة أبو المانيا مسؤولة الأمراض غير المعدية في مكتب النظام الصحة العالمية في مصر، وممثلة للدكتور جون شابور ممثل المنظمة في مصر. وأشكر جميع الحاضرين من الأمراء ومن المهتمين بمصحة الأمراض. شكرا. إذا مشاهدينا أؤكد على الدور الذي تقوم به الجمعية في التعامل مع منظمة الصحة العالمية، مع إدارة جامعة تركيز وزارة وإدارة الإدارة العامة للأمراض الطبية، لكن يعني تركيز جلسة الإدارة العامة في عقود له دور في الوقوف على حقيقة حماية المساهمة، ليس فيما يخص التجارب المعرضة فقط، ولكن في ما يتم تداوله في التعامل ويؤثر على صحة المرضى. نستهل أو نستهل اللقاءات مع الدكتورة رغدة أبو النجا ممثلة لمنظمة الصحة العالمية وعن الدكتور جون شابور.